تعمل إيه لو أنت بتتمشى قدام بحيرة وفجأة تسمع صوت أنين لشخص محتاج مساعدة، أو من وسط العدم تشوف طيف قدامك بيتحرك ويختفي مرة واحدة؟ حكايتنا النهاردة عن أشهر قصص مدينة سان فرانسيسكو في أمريكا، قصة شبح منتزه جولدن جيت بارك. بس قبل ما نبدأ حكايتنا، لو أنت أول مرة بتشوفنا انزل اشترك في القناة بسرعة وفعل الجرس عشان توصلك حكايتنا الجديدة أول بأول. يلا نبدأ قصتنا. أحداث قصتنا بدأت قبل زلزال حصل سنة 1906 في ولاية سان فرانسيسكو. كانت في شابة جميلة عايشة في المدينة، وكان عندها طفل رضيع. وفي يوم من الأيام قررت الشابة أنها تتمشى في الحديقة مع ابنها حوالين البحيرة واللي اسمها بحيرة ستو، وبالصدفة شافت حد معرفة ليها هناك، وقعدوا يحكوا مع بعض والكلام أخدهم. وفي نص الكلام بتتلفت تبص على ابنها الرضيع عشان تطمن عليه، واتفاجئت إن الطفل والعربية بتاعته اختفوا. قامت مسروعة تدور عليه في كل مكان بس مش لاقياه، وأحد الأشخاص هناك قال لها إنه شاف عربية طفل قريب من البحيرة. جريت الست تدور على ابنها هناك، ودي كانت آخر مرة حد يشوفها. وعلى مدار أكتر من 100 سنة فاتت، ومواقف وقصص كتير اتحكت عن المكان ده، لدرجة إن المسؤولين عن الحديقة كتبوا عنها في الموقع الرسمي الخاص بالحديقة، وناس كتير بيأكدوا إن في الليالي اللي بيكون فيها ضباب وعتمة كانوا بيشوفوا كيان واحدة حزينة ولابسة فستان أبيض واقفة عند البحيرة وبتتوسل ليهم إنهم يدوروا على ابنها اللي ضايع. ويوم 6 يناير سنة 1908 شخص اسمه أرثر بيجون اتمسك هو وأصحابه وهم بيجروا بسرعة بعربيته في وسط الحديقة كأنهم بيهربوا من حاجة، بس شرطة الخيالة وقفتهم، وكان الخوف مالي وشوشهم. ولما الشرطة سألوهم عن سبب جريهم بالعربية بالشكل ده داخل حديقة، قالوا إنهم شافوا كيان غريب وقف قدام عربيتهم وكان لابس فستان أبيض شديد البياض لدرجة إنه كان بينور، وكان عمال بيعمل حركات بدراعه عشان يوقف العربية ويمنعها إنها تتحرك. ووصف أرثر الكيان ده كأنه عبارة عن سيدة طويلة ورفيعة وشعرها طويل وحافية القدمين، وقال إنه ما قدرش ياخد باله من ملامح الوش عشان كان خايف جدا. الخيالة أصروا إنهم يروحوا يودوهم عند المكان اللي حصل فيه الكلام ده. صحاب أرثر خافوا يرجعوا تاني للمكان وسابوا أرثر يروح هو مع الشرطة، وأصدر أمر بعدها بإلقاء القبض على أي حد بالمواصفات اللي اتذكرت دي. وقصة تانية بتقول إن في بلاغ اتقدم للشرطة عن طريق شخصين كانوا عايشين قريب من المنتزه، ماري كوك ونيلي جليجان. البلاغ ده كان بيقول إنهم شافوا جثة لطفل رضيع عار الجسد وبيطفو فوق المية في بحيرة لويد ليك، ودي كانت بالقرب من بحيرة ستو. اتعملت تحقيقات مكثفة بعد البلاغ ده عن البحيرتين دول، بس ما لقوش أي أثر للجثة. بس الغريب في الموضوع إنه بالرغم من جمال المنتزه مشهور بعمليات الانتحار والقتل واللي كانت بداية من سنة 1890، تقارير شرطة المدينة كانت بتقول إن قصاد كل 12 حالة انتحار بتحصل في مدينة سان فرانسيسكو كانت على الأقل في حالة واحدة منهم بتحصل هناك، وكانت بتتراوح أساليب الانتحار ما بين التسمم والطلقات النارية والغرق. أساطير كتير اتحكت عن الحادثة دي واتشهرت في الصحف بجملة: امرأة جميلة وطفلها الرضيع موت مأساوي في المنتزه، روح لا تجد السلام، روح لا تجد السلام. بس محدش يعرف فين الحقيقة. تفتكروا إيه اللي ممكن يكون حصل؟ هل ممكن يكون فعلاً كانت جريمة قتل واللي قتلها هو الشخص اللي قابلته صدفة هناك، وكان متفق مثلاً مع حد إنه يشغلها والتاني ياخد الرضيع يرميه في البحيرة ولما هي تدور عليه يرميها هي كمان؟ لو عجبتكم حكايتنا ياريت تعملوا لايك وتشيروا الفيديو لأصحابكم وتقولوا لنا رأيكم في الكومنتس، وقولوا لنا كمان تحبوا نحكي عن إيه في الحلقات اللي جاية. ونشوفكم في حلقة جديدة من حكايات نص الليل. كانت معاكم تيا، أشكركم على المتابعة ودمتم بخير.